يلا نمبر 1 يا مين، اي مين؟ يلا يا مين نمبر 1. When fresh water on Earth is polluted, it becomes undrinkable. True. True. ممكن نمبر نجاوب 2. نمبر 2، ممكن نجاوب نمبر 2. اوكي مين سبيه؟ False. يلا Number 2 is يلا false. رهف، Number يلا 2 is رهف. false. Water is considered a non-renewable natural resource. True, لا هي true. renewable. Renewable. Okay, false. يلا يا رنا، رنا هتجاوب بقى، رنا هتبدأ بقى المرة الجاية. اوكي يلا نمبر بقى، لنا نكمل مع بعض. بيقول لي الفريش ووتر از ليميتد رينيوبل ناتشورال ريسورس، يبقى انا عندي الووتر دي رينيوبل ريسورس which is very important for all living organisms to survive. كل الانيمالز نيد الووتر، هيومنز نيد الووتر تو سرفايف اند بلانتس including a human who uses the water in many activity in the in her in his daily life. احنا we use the water in our daily life، بنستخدمها في حاجات كتيرة. قلنا بنستخدمها في cooking. We use the water في ايه تاني؟ grade 5 number 1 cooking. number 2 ممكن نستخدم الووتر في ايه تاني؟ هاي grade 5، مين اللي فاكر؟ To washing، drink and to cook. drinking Cook. or cooking. number 3 ممكن نستخدمها washing vegetables and fruits في وكمان البيرسونال يوز، الاستخدامات الشخصيه بتاعتنا. وممكن كمان generating electricity. لا احنا دلوقتي على الهيومنز. الهيومنز بيستخدمها في ايه؟ انا عايزه بس اوكي. الاستخدامات بتاعتها في الهيومنز اللي انا بستخدمها. انا بعمل مثلا ايه؟ ال agriculture. ماشي اوكي، بذر وزرع. بس انا عايزه بس الانسان عندك تستخدمها في البيرسونال يوزز بتاعتك، تستخدميها تو درينك، في الكوكينج، ووشنج فروتس اند فيجيتابل، ويوز ات ان تيكينج شاور. لما تيجي حد ياخد شاور بيحتاج للووتر. كل حاجه ان اور لايف وي نيد الووتر. اوكي الاجريكلتشر دي انا هي طبيعي، لما انا بعمل اجريكلتشر كروبس لازم برويها بالووتر، لازم اديها ووتر. تاني حاجه جنريتنج الالكتريسيتي، بحتاج برضو للووتر. اوكي بس انا دلوقتي Okay. بتكلم عن اليوز بتاعتها ان الهيومنز اونلي، يعني انا بستخدمها انا كبيرسونال يوزز دي، يعني استخدام الشخصيه اللي هي للهيومنز. هيومنز كرييت ميني ميثودز تو فلتر الووتر او تو ريسايكل ويست ووتر اور بوليوتد ووتر تو بي يوزد اجين ان سام اذر بيربز. احنا خدنا في الترم الاول ان احنا بنعمل ريسايكل للويست ووتر، او بنجيب السولد ووتر دي وبنعمل لها ريسايكلينج. وعرفنا الترم الاول بنعمل لها ريسايكلينج ازاي. حد فاكر يا جريد 5؟ حد فاكر؟ مالكم يا جريد 5 مش مركزين معايا ليه النهارده؟ منا رنا، منا رنا رهف، رحتوا فين؟ معاكي فاكرين لما كنا بنعمل فلتريشن للووتر، وبعد ما بنعمل لها فلتريشن بنعمل لها، فاكرين الحوار ده بنعمل لها ايه؟ فاكرين يا جريد 5 ولا رحتوا فين دنيتكم؟ بنعمل ايفابوريشن عن طريق ان انا بحط الووتر فالميه كده بيحصل لها ايفابوريشن، وبعدين بعمل لها كوندنسيشن وبيتبقى عندي السولد من تحت خالص. اوكي Okay. طيب انا دلوقتي ان انا عندي، قلت ان انا عندي بقى الووتر بقى الويست ووتر، والووتر اللي عندي بيبقى فيها بوليوشن، الهيومنز بيعمل لها ريسايكل، بيعمل فلتر للووتر دي، بيعمل لها فلتر للووتر، بيعمل فلتر للووتر عشان يعمل ريسايكل للويست ووتر، يعيد بقى يستخدمها علشان نستخدمها اور البوليوتد ووتر تو بي يوز دي كان ان سام اذر بيربوز. يعني احنا دلوقتي بيجيب الويست ووتر دي وبيعمل لها فلتر علشان يعمل لها ريسايكل، اعاده استخدام، ان انا اقدر استخدمها من تاني، علشان الهيومن او الانسان بيقدر يستخدمها من تاني. البوليوتد ووتر تو بي يوز دي كان يستخدمها في حاجات كتيره، ممكن يستخدمها في الاجريكلتشر تاني. اوكي اوكي طيب تعالوا نشوف الاكتيفيتي البسيط اللي عندي هنا ده جايب لي ايه بقى في الاكتيفيتي ده. ركزوا معايا، جريد 5 جايب لي بلاستيك بوتلز، جايب لي سيزورز، جايب لي ايه كوتون، كوتون بولز زي كرات كده من القطن، جايب لي ديرتي ووتر ميه مش نظيفه خالص، وجايب لي ساند، وجايب لي شارب بول. اوكي اوكي عملوا الديرتي ووتر ازاي؟ قال ان انت ممكن اصلا لو جبت شويه
كشر كده، اي شويه كشر نضاف من عندك، حطيت فيهم شويه بقى ادينج مط طين، ولا حطيت فيهم اي حاجه، بقت اصلا ديرتي ووتر، بقت ميه ويست، بقت مش نظيفه، ديرتي ووتر. اوكي، هو خد بقى، جاب هنا بقى كات اوف، جاب البوتوم بتاع البلاستيك بوتل وحط فيها داون اون ذا اذر بارت اوف ذا بوتل اشون، يعني بصوا جاب الجزء بتاع البوتل ده اللي من تحت، عمل له كات اوف اوف ذا بلاستيك بوتل اند بليست ات اب سايد، وحطه كده من فوق، اوكي، اون ذا اذر بارت اوف ذا بوتل زي ما انت شايفين كده. بعد كده جاب الساند، ميك ا لاير اوف كوتون بولز ان ذا كات بوتل، حط كده الجزء اللي قطعه كده من البوتل، حط فيها بقى القطن ده اللي جايبه، حطه فيها على اساس هو بيستخدم القطن كانه هيعمل لها فلتر، هيعمل بقى فلتريشن للووتر بتاعتي. وجاب بقى بوت الشار كول، وبعدين حط فوق القطن، القطن اللي حطه ده حطه فوقيه الشار كول اباف ذا كوتون بولز اند بوت ذا ساند اباف ذا شار كول، وحط فوقيهم الساند. بعدين كده باور كب بقى الديرتي ووتر عليهم بقى عشان يعمل لها ان ذا فلتر ده، يعني هو حط الاول البول بتاع البول اوف كوتون، اوكي، حط الاول بول اوف كوتون، وبعد البول اوف كوتون حطه فوقيها ايه، جريد فايف، حطه فوقيها مين، الشار كول، اهو فوقيها الشار كول، وبعد الشار كول حط اللاير بتاع الساند. يبقى انا عندي ساند، شار كول، كوتون بولز، حطهم دول الثري دول، حطهم فوق بعض، وابتدى يعمل له ايه، يعمل عليهم باور، يكب عليهم بقى ايه، يحط عليهم بقى الايه اللي هي الديرتي ووتر عشان يحصل لها فلتريشن، يفلترها. اوكي، ده يعتبر، الفلتر اللي هو بيستخدمه. الفلتر اللي بيستخدمه عمل ايه بقى، قال ان هو عمل ريموف للموست اوف ديرتي فروم ديرتي ووتر، حش كل الديرتيز، الحاجات اللي كانت وحشه اللي في الووتر، وابتدى هو بص، الاول اول طبقه ابتدت تحوش شويه حاجات، ثاني طبقه حشت حاجات، ثالث طبقه حشت حاجات، لغايه ما الميه اللي نزلت تحت خالص بقى اسمها ايه، فلتريتد ووتر، يعني ميه مفلتره ونظيفه. اوكي، يبقى الووتر فلترز انا بستخدمها ار يوز دو ريموف الهارم في الماتيريالز from polluted water to get filtered water that the human can use in many purpose. يبقى هو كده عمل حاجة اسمها filtration للwater، عمل شال، عمل remove للharmful للharmful materials اللي كانت موجودة للwater، شالها عن طريق ان هو عمل للwater ايه، عمل لها عملية ايه، filtration process، فلترها، زي اللي استخدم الطبقة دي كأنها filter، وابتدى يوحب، ابتدى يحط عليها الووتر، فابتدت بقى تطلع من الووتر كل حاجه، لغايه ما الووتر اللي نزل لي من تحت كده بقى فريش، وبقى نضيف، مش فريش يعني، بقى كده ايه، بقى فلتر ووتر، ميه مفلتره كده ونظيفه، يقدر الهيومن يستخدمها ان ميني بيربوس، في اي غرض هو عايزه فيها. اوكي يا جريد 5، اوكي يلا نمبر 1 يا رانا. we can use all the following everything. objects to make simple water filter. انت ممكن تستخدم، احنا استخدمنا للسيمبل ووتر فلتر، استخدمنا ايه جريد 5 عشان نعمل ووتر فلتر، عشان نعمل فلتر كده للووتر، استخدمنا ايه، قلنا استخدمنا بولز اوف كوتون، واستخدمنا ايه تاني، واستخدمنا شارك كول، واستخدمنا ايه تاني، ساند. اوكي، دول كلهم التلاته استخدمناهم نعمل فلتر ايه، ووتر فلتر، سيمبل ووتر مود فلتر. اكسبت ايه، اكسبت المد، يعني مش هنستخدم طين طبعا يعني. اوكي، يبقى تيتشر، ايش، ممكن نعم، أقول اللي بعدها؟ ممكن أقول اللي بعدها؟ مين منا، ما انت اللي عليك الدور يا منا، يلا يا منا نمبر 2. The rule of water filter is removing waste materials from water. Letter C. اه، يبقى الرول بتاع الووتر فلتر ان انا بعمل ريموفنج الويست ماتيريالز فروم ووتر. اوكي، مش هعمل ادنج للويست ماتيريالز، انا بشيل الهارم في الماتيريالز او الويست ماتيريالز اللي موجوده في الووتر عشان اخليها ووتر، بسميها فلترت ووتر، اقدر تبقى اقدر استخدمها يوز ان ميني بيربوز، الهيومنز يقدر يستخدمها ان ميني بيربوز في حاجات كتيره هو محتاجها، لانها بقت فلترت ووتر، وبقت ايه، ووتر ما بقاش فيها ويست ماتيريالز، وبقى فيها هارم في الماتيريالز. اوكي، طيب تعالوا نشوف بقى اللي هي، بص الفلتر ووتر، بص شكلها هنا واضح وجميل ازاي، هو اهو جه حط البوتوم بتاع البوتل بتاعتي، الحته اللي عمل لها قط، حطها اهو علشان تعمل فلتر، كانها الفلتر كده علشان ينزل لي فيها الووتر من تحت، وحاطط اهو من اول طبقه، حطيت اول لير حطيتها خالص، اللي هي البول اوف القطن، زي البول اللي هي من القطن، هي حاططها تاني ليرز عندي اهي، دي اسمها ايه بقى؟
يبقى دي نمبر 4 اللي هي بول. يلا بيدج معايا جريد 5 عشان نعمل دي. بيدج كام؟ 89 89 بيدج 89. نمبر 4 دي ايه يا جريد 5 معايا؟ يلا يا جريد 5 نمبر 4 دي ايه؟ اه يا جريد 5 نمبر 4 يا تيتشر هتبقى نمبر 1 هتبقى ساند. انا عايزه نمبر 4، انا قلت نمبر 4. 4 اه بولز هتبقى اوف كوتون. الكتب، بولز اوف اه كتب. بولز اوف كوتون. اوكي دي اول لاير عندي. طيب حطيت فوقيها ايه بقى اللي above البولز اوف كوتون؟ ايه ان هي نمبر 3 دي؟ شاركول. الشاركول. شاركول. شاركول نمبر 2. نمبر 2 اللي هي ساند. ساند. ساند نمبر 1. ديرتي ووتر. ايوه اللي هي dirty water. excellent يا جريت 5. مين اللي بيقول معايا بقى؟ أنا منه excellent يا من. طيب هنا 5 بقى اللي من تحت خالص بقى، الووتر اللي بتنزل لي بقى من الفلتر بقى اللي هي full full filtered of water. filtered water. يا فلتر، هقول عليها فلتر تو ووتر، يعني ميه ما متفلتره. انا فلترتها بقى بالسيمبل فلتر، لان ده اسمه سيمبل فلتر، انا عملته عشان اعمل بيه، عملت فلتر للديرتي ووتر، عملتها فلتريشن وعملت كده، يبقى اللي من تحت دي هسميها فلتر تو ووتر، ميه متفلتره. اوكي Okay. اوكي يلا يا رهف نمبر بي. شرف ما قالتش. The tool above show a simple what and it is used to remove what. complete يا رهف. اه يا رهف. اوكي تيتشر. اه التول اللي انت شايفاه، الديفايس او الحاجه اللي انت عملته، اللي احنا عملناها دي البسيطه دي السيمبل دي بقول عليها ايه؟ فلتر ووتر. ايوه يبقى سيمبل فلتر. سيمبل فلتر ووتر. اوكي طيب بقول عليها بقى ايه؟ اند ات از يوزد تو ريموف، بستخدمها علشان اعمل ريموف لايه بقى؟ انت لما بتعملي فلتريشن لاي حاجه، لما بتعملي فلتره لاي حاجه، لما بتعملي فلتريشن، يعني مثلا زي انت عندك ماما، لو مثلا تقول ايه، تعالي مش عارفه وقع مني حاجات في الدقيق او حاجات في الزيت، تعالى عايزه احوشها، فماما انت ماما عندها كده زي قمع كده صغير بيبقى في حاجه من تحت يا جريتفا، مش عارفه انتوا مستصعبينها ليه، بيبقى في فتحه كده صغيره من تحت علشان تخلي كده هتنزل الحاجات الكبيره اللي واقعه في الزيت دي، او اللي وقعت من غير ما تقصد في الزيت، هتتحجز، هيحصل لها تراب هنا، تراب يعني هتتحجز هنا فوق، وهينزل الزيت من الخرم الصغنون ده، هينزل للزيت، فكده ماما نضفت الزيت من الحاجه اللي كانت فيها، الاويل اللي عند ماما اللي كانت اللي وقعت غصب عنها منه حاجات، ما نضفته، عشان تقول الحاجات اللي وقعت منه اهو، وهو هنا عند الاويل نزل نضيف زي ما هو، نفس الحكايه الووتر، انا بعمل فلتريشن للووتر، بفلترها علشان اطلع منها الويست ماتيريالز، او اطلع منها الهارمفول ماتيريالز، الحاجات اللي هي اصلا ويست واللي هي بتعمل لي هارم، بتخلي الووتر بتاعتي بيحصل لها بوليوشن. يبقى انا هي يبقى انا عندي التول اباف شو اسمبل ايه جريد 5 سيمبل ووتر فلتر. سيمبل ووتر فلتر، وبستخدمها علشان اعمل ايه اهو؟ سيمبل ووتر فلتر، يبقى ده اسمه ووتر فلتر، انا بعمله حاجه سيمبل كده بسيطه يعني، ووتر فلتر بستخدمه ليه؟ علشان اعمل ايه؟ علشان اعمل ريموف للويست ماتيريالز، او اعمل ريموف للهارم في الماتيريالز ذات از اكزيست ان الووتر، تبقى موجوده في الووتر. اوكي واخلي الووتر بسميها بعد ما بعمل للووتر، بعمل لها فلتريشن، بسمي الووتر اللي بتطلع لي بعد ما اعمل لها فلتر فلتريشن، بسميها فلتر تو ووتر، يعني ميه مفلتره. اوكي اوكي مالكو يا جريد 5، مالكو نعسانين ليه النهارده؟ راهف منا هاي تيتشر.
نايمين ليه النهارده يا جريد 5؟ افتحوا لي الكاميرات يلا يا جريد 5، صحصحوا كده معايا. يوم السبت في تيتشر اكزام على قالك احنا كونسبت نايمين ليه؟ ايه؟ تيتشر قالك احنا نايمين. انا قالك دلوقتي تيتشر القصة احنا نايمين ليه؟ اه عشان انتوا الساينس اخر اليوم. ايوه شو السؤال الاخير؟ ما احنا الاخير بنبقى تعبانين جدا 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 احنا مش قادرين، ولازم لا دلوقتي احنا نخش ننام نرتاح لنا، نرتاح لنا كده نص ساعة بعدين نكمل الحصة. ايوه صحيح اصلا خلاص تيتشر خلاص. بص احنا بص مش خلصنا الكونسيبت يا جريد 5، فخلاص احنا خلاص هنقعد نحل عليه شويه كده عشان نفهم، علشان يوم السبت ان شاء الله هيبقى اكزام على كونسيبت ايه وكونسيبت ايه جريد 5 كونسبت 3 1 و 3 2. 3.1 و 3.2 3.1 و 3.2 هيبقى الاكزام عليهم. اوكي اوكي طيب انا بحب نحل مع بعض. يلا give reason هي 1. يلا يا من give reason number 1. scientists recycle the fresh water to get the filter to water again. give reason. scientists recycle fish waste water to get فيرتل مش فاهمة معنى فلوس. سؤالي تيتشر. يعني بيقول لك الساينتست بيعملوا ريسايكل، يعني بيعملوا عادي زي عادي التدوير او عادي استخدام للحاجه للويست ووتر، الميه اللي هي فيها ويست، علشان يخلوها فلتر تو ووتر عشان نقدر نستخدمها اجين تو بي يوزد اجين، عشان اقدر استخدمها تاني. فبنعمل بنعمل لها ريسايكل زي اعاده تدوير او اعاده ان ننضفها بقى من اللي هي فيها ونعمل لها فلتريشن ونستخدمها. اوكي ليه بقى بنعمل كده؟ الساينتست بقى بيعملوا كده ليه ريسايكلينج للووتر؟ عشان نقدر عشان نقدر توري تيتشر تو تو ريموف ويست ماتيريالز فروم ووتر. ماشي. اوكي في حاجة تاني؟ عشان نقدر ان احنا نشرب المي. اوكي ماشي. Filtered water that humans can use is in many processes. تيتشر تيتشر To drink water. تو ايه؟ شو بقى I want to to drink drink water؟ water. مش لان هو انا بقى الاول هي we اصلا اجابه اجابه expect الاجابه بتاعتي drinking. الاجابه بتاعتي فيري ايزي خالص. اوكي ما انا بعمل ريسايكل، ما انا عارفه انا بعمل ريسايكل عشان اشيل، بس ليه اصلا؟ طب ما انا اصلا لو انا اصلا الووتر بتاعتي اللي هي الفريش ووتر اللي احنا محتاجينها الاماونت To بتاعتها be كتيره، survive. To be survive teacher. اه To be survive. الاماونت بتاعتها كتيره، ما كنتش هحتاج ان انا اعمل ريسايكل. لكن انا عندي الاماونت بتاع الفريش ووتر از ليميتد، كميه قليله خالص، سمول فيري سمول اماونت 3% اونلي. يعني مش انا قلت اصلا الاماونت بتاع الفريش ووتر اللي موجوده او على الارث كلها 3%؟ طب ما انا عندي دي ليميتد اماونت، يبقى انا لسه لازم اعمل ريسايكل اصلا. يعني قلت اصلا ان اغلبها اصلا برضو موجود ان ذا فورم اوف جلاسيرز of frozen water، يبقى انا لازم اعمل ريسايكلينج للووتر علشان خاطر because الفريش ووتر is a limited natural source، يعني مصدر قليله خالص، او اذا limited amount بكميه قليله خالص موجوده على الايرث. لذلك احنا بنعمل ريسايكل، لان اصلا الفريش ووتر is very important for surviving، مهمه انت for هتبقى surviving الإجابة سهلة وبسيطة. To be survive. to or living organisms. لا هنقول because احنا بنضطر ان احنا نعمل ريسايكل للويست ووتر، ما احنا كنا ويست ووتر كنا خليناها، بس نضطر نعمل لها ريسايكل لان الفريش ووتر از ليميتد قليله. بيكوز هنقول بيكوز ايه جريد 5 الفريش ووتر ووتر بتساعدنا ان احنا to be survive. اه ما هنقول لازم نقول ان كميتها قليله، لازم نقول ان هي ليميتد. الفريش ووتر از ليميتد رينيوبل ناتشرال ريسورس از واو ليميتد. ليميتد ليه تيتشر؟ عشان احنا بنشرب كتير. احنا خدنا اصلا البرسنتج بتاع السولد ووتر كام يا رهف؟ 97. اوكي والفريش طيب ووتر والبرسنتج 3. 3% اونلي. طب 3% اونلي، واحنا اصلا بص العالم كله اصلا كله محتاج للووتر. اوه الليفنج اورجانيزمز نيد الووتر، بلانتس انيمالز هيومنز. طب ما انا محتاج للفريش يعني هو ووتر. الفيتشر مش حوار ان احنا بنشرب كتير صح؟ ما اي طب ما اي ما هي لو الفريش ووتر لا خلصت مش هنلاقي برضه ميه نشربها، ما انا محتاج الووتر تو سرفايف. فانا لازم اقول له ان علشان الكميه بتاع الووتر دي ليميتد قليله وانا محتاجها تو سرفايف، يبقى لازم الاقي فريش ووتر. ما لو فضلت السولد ووتر، انت هتقدري تسقي الزرع بميه سولد ووتر؟ الزرع هيموت. البلانت زي ما احنا محتاجين فريش ووتر، برضو الانيمالز محتاجه فريش ووتر، برضو البلانتس محتاجه فريش ووتر تو يعني سرفايف. احنا بنشرب قليل ما بنشربش كتير صح؟
لا بنشرب كتير برضو، واحنا مش محتاجينها برضو علشان الشرب بس، محتاجينها علشان حاجات تانية كتير. يعني هنعرف ازاي؟ نحط على الاكل، هنعرف نحط على الاكل ميه مالحه ونحطها على الاكل، والماما تعمل لك الاكل بيها، هتروح اه نجيب شويه ميه ونغسل بيها الميه المالحه بقى، فتملح لنا الاكل جاهز ما نحطش ملح، صح؟ صح. هتقولي كده، ما انا عارفه. لا هتبقى بملمه، حدالك الاكل خالص. يلا يا جريت فايف، واهم حاجه من ده كله درينكينج، الشوربه. تقدر تشرب ميه مالحه؟ اقدر، طالما احنا كده خلص الميه في تويتر، اقدر اشوف تويتر عادي. خلاص ماشي، يبقى انت جربي كده، عيشي شويه اسبوع على ميه مالحه، شوفي لنا قولي لنا بقى التقرير بتاعك بعد الاسبوع ده، ايه اللي حصل لك. ميه ما فين يا تيتشر؟ مفيش حد يقدر يشربها اصلا. يلا يا جريت فايف، يلا احنا قلنا بقى هنقول ايه يا جريت فايف، هنقول بيكوز الفريش ووتر اذا ليميتد قليله سو، انا قلت لغايه هناك كتبنا لحد ليميتد، هكمل يا جريت فايف. which وهي اصلا is very important، كميتها قليله وهي مهمه لينا، يعني هي اصلا ليميتد ومهمه. it's very important for all living organism، وهي مهمه للall living organism to survive، او ممكن تقول it's very important for surviving of all living organisms، او تقول for all يا جماعه living organisms to survive. لو ما حدش عارف موضح الكلمة عشان تيتشر اخطط رنا نامت، كده. يا تيتشر ايه رنا نامت. بجد يا رنا؟ معايا يا رنا؟ أمس خلاص يا أنا جريت فايف قربنا نخلص، يلا يا جريت فايف نكمل. What happen if finish يا جريت فايف finish. يس What happen if you mix clear water with a small amount of mud؟ ايه اللي هيحصل بقى لو انت عملت ميكس، جبت شوية فريش ووتر وحطيت عليهم mud، ايه اللي هيحصل؟ تيتشر تبقى الووتر بتاعتي هتبقى dirty water. بص سؤال، هو انتوا فاكرين ان هو ايه صعب بقى وهجاوبه ازاي وكلها انجلش ومش عارف ايه، ما dirty تفهمش حاجة، مش dirty. فاهمة حاجة، هنقول ايه حاجاتي كلها الووتر، مين اللي مش فاهم حاجة، becomes dirty هتبقى ايه dirty. بس. ايوه هو انت لما زي اقول لك انت معاكي عصير ورحت كأن حطيت لك فيه شويه طين ولا شويه تراب، خلاص مش هيبقى ديرتي، مش نضيف، ده تيتشر الدرجه. هو تعب نفسه بسطرين بحالهم، وكمان ايه سطرين طوال ما عشان علشان انتوا انتوا عشان بتتعبوا يا جريت فايف، من استصعب الوات هابن والجيف ريزون. ساعات الجيف ريزون بيبقى فيه حاجات رخمه، انا معاكم، بس مش كله على طول رخم، في حاجات اللي هو يعني لا كلمه انا بكره الجيف سلاح. ريزون واللوت هابت. طب الوات هابن كلمه اهو، الاجابه بتاعته three words only يعني، فهي اصلا هتلاقي كلمه ومع تيتشر السلامه يعني، امشي بقى مع السلامه. في مرة لما كنت في المدرسة القديمة كان ايه، كان تيتشر ساسا كانت بتدينا كل اسبوع كويز عبارة عن سؤالين او ثلاثة. فهي في مرة كانت عايزة تكتب جيف ريزون، وهي صاحبتي قعدت تقول لها يا تيتشر النبي تيتشر ما تحطيش جيف ريزون، لو بتحبيه ما تحطيش جيف ريزون، راحت حاطه لنا واتس هابينس. بس ده واتها من على فكره اهلا اسهل من جيف ريزون. يبقى هنقول الووتر ويل بيكام ديرتي، هتبقى ايه ديرتي يعني بقت مش نظيفه خلاص، مش هنقدر نستخدمها. يلا نكمل يا جريس فايف. تعالوا بقى اخر اكتيفيتي ونبقى كده خلصنا الكونسيبت والدنيا بيس. conserving الووتر occurs by changing our habits as such as increasing the time of taking a shower. true or false يا grade 5؟ teacher false، لأن هي المفروض decrease مش increase. false ولا ماشي اوكي، يبقى منا قالت فولس، الباقي ترو ولا فولس يا رهف؟ ترو ولا فولس يا منا؟ أني سؤال
اللي هي دي اللي هي conserving her one good or false conserving the water occurs by changing our habits such as increasing the time of taking a shower. ممكن موجود هنا نمبر 2. نمبر 1 نمبر 1 انا عايز اعرف true ولا false. منا قالت false، انتوا هتقولوا true. رهف true ولا false يا رهف؟ كن